بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نشرح درس جديد النهاردة بيتكلم عن المحاليل والغرويات. اول حاجة عايز اعرف يعني ايه مخلوط. المخلوط اللي موجود عندي ممكن يكون متجانس وغير متجانس، والغير متجانس اتنين، معلق وغروي. المخلوط المتجانس مثل ذوبان كلوريد الكوبالت ثنائي او السكر في الماء او طعام ملح الطعام في الماء، ده كلوريد الكوبالت الثنائي وده ذوبان السكر في الماء، بيديني محلول. والمحلول ده المخلوط متجانس، والمخلوط المتجانس ده بيكون محلول حقيقي ما بقدرش اميز مكوناته عن بعض. حتى لو انا شفت البيكر ده اشوف ان فيه مكونات، والمكونات دي انا مش قادره اميزها عن بعض. المعلق ديت مخلوط غير متجانس لا يذوب في الماء مثل الكيروسين في الماء او الزيت في الماء، ده مثال ليه. الغروي هو مخلوط غير متجانس وهو الذي يجمع بين صفات المحلول والمعلق. صفات المحلول اللي هو العبارة عن مخلوط متجانس بيجمع ما بين الاثنين، ويمكن التمييز بين مكوناته لكن بالميكروسكوب مش بالعين المجردة، يعني ما اقدرش اميز ما بين مكوناته بعناية. مثل ايه؟ مثل اللبن والدم والأيروسولات وجل الشعر والمايونيز، ده مثال اللي هو اللبن. المحاليل اهميتها، اول حاجة ضروري في العمليات الحيوية التي تحدث في الكائنات الحية، احيانا بيكون شرطا اساسيا لحدوث تفاعلات كيميائية معينة. مثال عند تحليل عينتين من نفس المحلول ستجد انهما يحتويان نفس المواد بنفس الكميات، وهو ما يؤكد التجانس في المحلول والدليل المذاق الحلو المحلول السكر في الماء او اي جزء من اجزائه. لو انا عندي محلول سكر في مية والسكر ده انا جزأته، كل ما تذوق جزء هلاقي نفس الخواص ونفس اللون ونفس الطعم ونفس المذاق في كل جزء من اجزائه. المحلول الحقيقي هو مخلوط متجانس يتكون من مادتين او اكثر، بيتكون من مذاب ومذيب. المذاب هو الذي يوجد بكمية أقل في المحلول، اللي هو بيكون عبارة عن المادة الصلبة مثل السكر مثلا أو ملح الطعام. أما المذيب هو الذي يوجد بكمية أكثر في المحلول، وأكثر المذيبات استخداما وشيوعا هو الماء. طب تعالوا نشوف نوع المحاليل الحقيقية اللي موجودة عندي. ممكن يكون نوع المحلول اللي عندي غاز. طب المحلول ده هو بيتكون من مذاب ومذيب. لازم نعرف حاجة، ان المذيب على طول بيبقى شكل نوع المحلول، يعني المحلول عندي نوع غاز يبقى المذيب غاز ايضا، بس المذاب بقى هيختلف من حالة لاخرى. ممكن اول حاجة يكون المذاب غاز، غاز في غاز مثل الهواء. الهواء اللي موجود عنده مكوناته زي الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون، او الغاز الطبيعي. وانا عارفة ان الغاز الطبيعي مكوناته غازات مثل الميثان والبروبان والبيوتان، واكثر غاز فيهم اللي هو الميثان، او بخار الماء في الهواء. كل ديت امثله لنوع المحاليل هو غاز، ونوعه غاز في غاز. طب صلب في غاز، صلب مثل ماده النفسالين في الهواء، والهواء هو عباره عن غاز. هلاحظ ان علشان المحلول الحقيقي نوعه غاز فلازم على طول المذيب يكون غاز او سائل في غاز. سائل في غاز مثل الجازولين في الهواء. طب نوع المحلول سائل، يبقى اكيد المذيب سائل، بس المذاب ممكن يكون غاز. يبقى انا عندي مثال غاز في سائل مثل المشروبات الغازية والاكسجين الزائد في الماء، او سائل في سائل مثل الكحول في الماء والاسيلين جليكول في الماء، وصلب في سائل مثل السكر او الملح في الماء. طب تعالوا نشوف نوع المحلول لو كان صلب، اكيد المذيب هيكون ايه؟ صلب. طب غاز، الحالة المذاب الموجودة عندي هتبقى غاز، يبقى المحلول الاولاني غاز في صلب مثل الهيدروجين في البلاتين او البلاديوم. الهيدروجين اللي هو المذاب غاز، والمذيب اللي موجود عندي ممكن يكون البلاتين او البلاديوم ومواد صلبة. ممكن يكون نوع المحلول الموجود عندي سائل في صلب. سائل في صلب مثل ملغم الفضة اللي هو عبارة عن ملغم الفضة، ده اللي هو المادة اللي بيستخدموها في حشو الاسنان. والسائل الموجود عندي الزئبق في المادة الصلبة اللي هو الفضة، او سبيك الصلب في صلب زي النيكل كروم. واحنا اللي هنركز عليه محلول صلب في سائل، والتي يكون فيها المذيب هو ايه؟ الماء.
طب ايه هو ملخص الدرس اللي انا استنتجته؟ ان انا عندي في انواع المخلوط، ممكن يكون مخلوط متجانس ومخلوط غير متجانس. مخلوط المتجانس بيكون عبارة عن محلول حقيقي لا يمكن التمييز ما بين مكوناته، والمخلوط الغير متجانس نوعين، مخلوط معلق وغروي. المعلق الموجود عندي مثل البنزين في الماء والزيت في الماء، لكن الغروي زي الدم واللبن والمايونيز. طب ايه هو المحلول الحقيقي؟ المحلول الحقيقي عبارة عن مخلوط متجانس. طب مما يتكون؟ بيتكون من مادتين او اكثر، مادة فيهم بتكون المذاب وبتكون موجودة بكمية اقل، والمذيب وبيكون موجود بكمية اكثر. طب ايه هي انواع المحاليل؟ المحاليل اللي موجود عندي ممكن يكون محلول غاز او محلول سائل او محلول صلب. محلول الغاز لازم أن يكون المذيب فيه غاز، ممكن والمذاب ممكن يكون صلب او سائل او غاز. طب محلول السائل هيكون ايضا المذيب فيه سائل، لكن المذاب ممكن يكون صلب وسائل وغاز. طب المحلول الصلب هيكون المذيب فيه صلب، لكن المذاب اللي هيذاب فيه ممكن يكون صلب او سائل او غاز. تعال نشوف اسئلة على الجزء ده. اسئلة: ما المقصود بالمحلول الحقيقي؟ هو عبارة عن مخلوط متجانس يتكون من مادتين أو أكثر. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها: السكر في الماء من نقط، بينما الزيت في الماء من نقط. السكر في الماء من المخاليط المتجانسة اللي هو عبارة عن محلول حقيقي، بينما الزيت في الماء من المخاليط غير المتجانسة. 2- المشروبات الغازية عبارة عن محلول غاز في سائل، بينما الهواء غاز في غاز. ما هي أهمية المحاليل؟ ضروري في العمليات الحيوية التي تحدث في الكائنات الحية. أحيانا يكون شرطا أساسيا لحدوث تفاعلات كيميائية معينة.